إلى شأن الاقتصادية، الآن أعلن وزير التجارة سعيد جلاب أنه سيتم رفع الحظر خلال الأيام المقبلة على بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية. هذا وأكد الوزير خلال زيارة قادته إلى ولاية برج بغريفيج أن المنتوج الوطني حقق قفزة نوعية بعدما تم منع استيراد بعض المنتجات. وأعلن جلاب أنه سيتم رفع الحظر خلال الأيام المقبلة عن بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية مع فرض رسم إضافي عليها. تكلمنا قلنا بان ست شهور هادو دوبي دونك برومي جانفي جوسكا مانتنون 9 موا نو زالون بروغريسي دون لو سيستيم دو بروتيكسيون برودكسيون ناسيونال دونك انكوراجمون لانفستيسمون نو زالون دونك انستور ان شاء الله لا ا بارتير دو لا مي سبتمبر لا دانيير تروازيام كاتريام سيمين دو موا دو سبتمبر ان شاء الله يورا دونك دي تاكس اديسيونيل ان دروا اديسيونيل بروفيزوار pour tous les produits qui étaient donc interdits. Donc on va réhabiliter le commerce extérieur avec une protection suffisante pour les investisseurs. C'est des produits qui couvrent le marché national, c'est des produits de qualité avec des prix abordables. Donc ils auront cette manœuvre donc de développer la production nationale, d'augmenter la production nationale avec les nouveaux instruments qu'on va mettre en place à partir de septembre, le droit additionnel provisoire.